عملية ترسيم الحدود حدثت الآن دون الفترة الماضية، يعني من بأن أثيوبيا تحتل أراضي سودانية. نعم، عملية ترسيم الحدود، أولاً العلاقات السودانية الأثيوبية هي علاقات استراتيجية. صحيح. وفي ظل التكتلات الإقليمية الكبيرة ينظر للعلاقات بين السودان وأثيوبيا أنها ممكن تكون نواة لتكوين سوق أفريقي قوي، اللبنة الأساسية بتاعته اللي هو دول شرق أفريقيا. وده ممكن يكون مصدر للتكامل أو مسألة بتاع التكامل بتاع المصالح، مع الأخذ بالاعتبار مشروع سد النهضة والاستفادة من إمكانيات أثيوبيا في توليد الطاقة الكهربائية، استفادة من إمكانيات السودان على مستوى الزراعي، الإمكانيات الزراعية، واستفادة حتى من إمكانيات مصر على مستوى التصنيع إذا انضمت مصر لهذا المكون. وهو موجود الكثير من الإمكانيات على رأسها المكون البشري. لكن من الواضح أنه فيما يلي مسألة الحدود انه الحديث الدبلوماسي والتصريحات الغير شفافه وغير واضحه لن تحل المشكله. الطبطبه ما حتحل المشكله، وده واضح من خلال التصريحات في الفتره الماضيه. مساله ترسيم الحدود بشكل اساسي تعطلت بعد رحيل رئيس الوزراء الاثيوبي الاسبق ملي الزناوي، بشكل اساسي ما حدث تقدم فيها. الحدود هي حدود 1902 محسومه، فقط تبغت مساله وضع العلامات. صحيح اثيوبيا بتزعى للتراجع عن هذا الالتزام لاعتبارات تتعلق بالضغوط الداخلية. يجب أن نفهم أن الوضع داخل أثيوبيا بحكم التركيبة المكونة من حكومات إقليمية أنه مش معظم المشكلات هي مع إقليم الأمهرة، وحتى لما نجي نشير هم هنا نافذين جدا وباتوا الحاضنة السياسية حاليا والاجتماعية لرئيس الوزراء وللحكومة الحالية. والتعديات الحدودية في الفترة الماضية كانت هي من إقليم الأمهرة، والقوات النظامية لإقليم الأمهرة والميليشيات بتاعة فان المحسومة على الأمهرة هي التي تورطت في العملية بتاعة التغول. ومش مازال التغول فقط، هي حتى كانت في محاولات لتغيير ديموغرافي على مستوى الفشقة، استفادوا فيها من الحالة بتاعة التراخي من قبل النظام السابق والسلطات الحكومية منذ الاستغلال، لأنه ما جرت عمليات تنمية حقيقة بعد استرداد القوات النظامية والقوات المسلحة. وهما بعد العمليات تحت الاستفزاز والانتهاكات ونصب كمين داخل الأراضي السودانية، ده عمل طبعا لا يغتفر. وللأسف الحكومة الأثيوبية حتى الآن لم تصدر يعني تعزية واضحة أو تدين هذه الحادثة، حتى سواء كانت ذلك من قوات نظامية أثيوبية أو حتى من ميليشيات، لم تصدر إدانة من هذه الحادثة، لم يصدر ذلك في بيان اللي هو رئيس لجنة ترسيم الحدود دمجي ماكونين نائب رئيس الوزراء، وده شخصية مؤثرة في المشهد السياسي وبينتمي لإقليم الأمهرة. دينا مفتي المتحدث أيضا ينتمي لإقليم الأمهرة. ففي ذات فعدم حساسية من جانب الأثيوبيين في مسألة إدارة الحدود. العلاقات الدبلوماسية ستكون كما هي، لكن على مستوى الأرض يجب على السودان أن يكمل على الأقوات النظامية أن تكمل انتشارها حتى حدود 1902. هل هذا ما يخوف أثيوبيا أنه تتخوف من تمدد القوات السودانية، مما ينذر بنشوب حرب بين البلدين؟ هو في ظل الأوضاع الحالية البلدين في حالة انهاك لا تسمح لهم بمواجهات مباشرة، لأن أثيوبيا حاليا بتقود عمليات عسكرية ضد قوات إقليم التيغراي. فيما يلي السودان أن حدود 1902 يجب القوات النظامية أن تكمل انتشارها لأسباب، يعني لثلاثة أسباب أساسية. الأول اللي هو تأمين المواطنين السودانيين الموجودين، يعني حتى أول أمس تعرض رعاة في منطقة العسيرة لنهب مواشيهم من قبل ميليشيات أثيوبية. كذلك الانتهاكات التي وصلت حد نصب كمائن للقوات النظامية في أراضيها داخل عمق الأراضي السودانية، وليس نتحدث عن الحدود، داخل عمق الأراضي السودانية، التغول داخل الأراضي السودانية. طيب دي انتهاكات لا يمكن السماح فيها، لأنه ده بيهدد الأمن والاستقرار بالنسبة للمواطنين السودانيين. النقطة الثانية، بعد العمليات العسكرية الأثيوبية ضد إقليم التيغراي، المنطقة شهدت تدفقات من اللاجئين الأثيوبيين، وده في واجب أخلاقي وواجب مسؤولية سياسية للحكومة أنها توفر لهم حماية. والمنطقة برضو شهدت ممكن تقول أنه الميليشيات اللي تحت الأمهرة مع القوات تحت الإقليم بتاع التيغراي دخلت داخل الأراضي السودانية، بعض الأنباء تحدث عنهم استخدموا الأراضي السودانية في مواجهاتهم، فده ممثل تهديد أيضا. فعلى السودان المواصلة، يعني العمل على تأمين حدوده، وعملية التأمين الحدود هي عملية معقدة ليست فقط نشر القوات. الحكومة المفروض تنشر، يكون عندها استراتيجية تنموية لنشر للطرق والمعابر وتأمين المواطنين الموجودين، لأن دي أيضا أوضاع اقتصادية جيدة. أيضا لابد من التواصل مع أثيوبيا لإكمال عملية ترسيم الحدود في أقرب وقت ممكن، لوقف هذه التهديدات التي من شأنها أن تهدد العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.